موضوع المبادئ. المبادئ ده انا عارف ان هو الكلام ده بيزعل ناس كتير جدا، ولكن هذه هي الحقيقه. المبادئ، كيفيه ارساء المبادئ، كيفيه الحفاظ على هذه المبادئ، كيفيه الوصول الى هدفك بدون الاعتداء على اي حد، بدون الاعتداء على اي حد، سواء باللفظ او بالقول او بالفعل او باي شيء. هذا هو مبدأ النادي الأهلي الدائم الحقيقة في كل شيء. التنافس موجود يا جماعة، والتنافس سيظل ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك حتى نهاية العمر، لكن مش العمر بس، حتى نهاية الزمن يعني. فالتنافس هيظل موجود، ولكن الأمثلة اللي أنا بقولها لحضراتكم دي، الأمثلة اللي أنا بقولها لحضراتكم دي أمثلة مهمة جدا جدا جدا، لأن هي دي اللي بتدي القدوة لأولادنا ولأولاد ولادنا ولأطفالنا. إزاي نتعامل مع الناس؟ إزاي لما نبقى قدام شيء بيحصل بيبقى فيه عمل مؤسسي بيحصل علشان الرد على هذا الشيء؟ عشان كده أنا بقول لحضراتكم من فضلكم خلال الفترة اللي جاية، وكل شويه انا هكرر هذا الكلام، واعذروني يا جماعه ان انا بقول لكم هذا الكلام، ان في حاجات بنبقى عارفينها بس ما ينفعش نطلع نقولها، في حاجات بنبقى عارفينها بس ما ينفعش نطلع نقولها. عشان كده انا بقول لكم ما تقلقوش من حاجه. الحاجه الوحيده بس اللي انا دايما بطلبها من حضراتكم وجودكم كجمهور خلف مجلس اداره وخلف قراراته وخلف فريق الكوره وخلف فريق السله وخلف، لان الجمهور هو الشيء الاساسي والحامي الرئيسي لكره القدم في النادي الاهلي ولكل الالعاب الرياضيه ولمجلس اداره النادي الاهلي. كابتن خطيب بالنسبه لنا سيظل دائما رمز واسطوره، سواء كان رئيسا للنادي الاهلي او لم يكن، هنفضل نقول هذا الكلام مهما كان وضع الكابتن خطيب. انا بالنسبه لي في اي حته بقول هذا الكلام، بالنسبه لي انا بتعلم من الراجل ده اشياء كثيره جدا جدا جدا. وانا قاعد بتفرج على الفيديو كان نفسي اغني اغنيه بيبو بيبو بيبو، الله عليك الله عليك يا خطيب، الله عليك ايه يا خطيب، لو جبتها لي خلينا نسمعها. بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي انا اتربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا. الف شكر، الف شكر، الف شكر.